مباراة بيرفكتو من باتشيكو، سواء البداية بالتشكيل اللي كان فيه مخاوف قبل المباراة، وانا شخصيا انتقدت باتشيكو قبل المباراة على فيسبوك وقلت هو لازم يألف قبل كل ماتش، ما ينفعش يخش كده بتشكيل سليم، وفعلا بدأ بتشكيل بين ان الزمالك مش بيقف على لاعب. هنتكلم عن باتشيكو النهارده، قدم مباراه ممتازه جدا سواء من بدايتها او ادارتها او تغييراتها او كل حاجه. النهارده الزمالك كان مميز في نواحي وكان في حاجات سيئه لازم يشتغل عليها باتشيكو عشان ما نشوفهاش في المباريات اللي جايه. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل علم الان بلايك عشان الحلقه دي توصل اكبر عدد من الناس، ولو مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش نتكلم على الزمالك. حطني رقم واحد في الهجاصين. انا شخصيا على فيسبوك قبل المباراه قلت ان باتشيكو ومكتوب في بند في العقد بتاعه ان لو ما الفش في المباريات هيمشي، هو ليه ما بداش بساسي وزيزو؟ حد يديني سبب مقنع. طب انا اقول لك ليه انا انتقدت الانتقاد ده. اول حاجه لان انت عندك مشاكل وعندك غيابات، اولهم عبد الله جمعه في الباك ليفت اللي ما حسناش تماما بغيابه، سواء هو عبد الشافي، محمود علاء في الدفاع، وطارق حامد في نص الملعب. عندك ثلاث غيابات مهمه في الفريق، غايبين عن الفريق، وكمان مصطفى محمد في الهجوم، فتعالى تقريبا ثلاث او اربع غيابات مهمين. فكنت عندي المشكله بتاعته اللي هو انت كده كده عندك مشاكل، ليه بتخلق مشاكل اكتر؟ وان هو بدا النهارده الاثنين في نص الملعب، اشرف فوق جنب امام عاشور وخلى اساسي جنبه على الدكه، وبدا بنجم اساسي وخلى جنبه برضه زيزو على الدكه، وبدا بحمد احداث كمهاجم. والتشكيله كما هي، ابو جبل، عبد الغني، الونش، فتوح، حسن امام، رؤى، وامام عاشور اللي كان فيه يعني لغط بالنسبه لي ببدايته في بدايه المباراه، بيلعب باوباما نمر 10 بعوده حميده وعنده عوده مميزه نتكلم عليها في الحلقه بالتفصيل، وكمان بيلعب بنجم ناحيه اليمين وبيشير ناحيه الشمال، وقدام بيلعب بيه حميد احداد. في بدايه المباراه واول خمس دقائق شفنا الزمالك ماسك كوره، الزمالك بينقل الكوره كويس جدا. اوباما اللاعب اللي بيربط ما بين الخطوط كويس قوي 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 قوي، لاعب يمسك ياخد الكوره يربط ما بين نص الملعب وبين الهجوم، مميز جدا، بينزل يستلم الكوره من روع وامام عاشور ويبتدي يلف ويطلع سواء بن شرقي او يطلع نجمة ويدي تمريره لحميد احداد، وهو يرقص ويدي ثرو. لا، اوباما مميز جدا سواء في الادوار الهجوميه اللي كنت بتكلم عليها دلوقتي او الادوار الدفاعيه. عموما لما بينزل في نص الملعب ويساعد امام عاشور ورؤى الاثنين في نص الملعب يبقى هو الثالث معاهم، بيبقى مميز جدا. اوباما هيلعب في ماتشات كتير جدا بتشوف اوباما سيء او دون المستوى او مستواه مش فايق او بيعمل ميس باص كتير او مش بيلعب السهل وبيصعبها على نفسه، ولكن النهارده اوباما فايق رايق بيلعب السهل ما بيصعبهاش على نفسه، بيحاول يخلق المساحه اللي يقف فيها، بيحاول يخلق المساحه لزمايله، بيدي تمريرات مميزه جدا لزمايله، وكمان بيرجع اساند في المنطقه الدفاعيه. فاوباما في الحته التكتيكيه اللي بيساعد بيها الزمالك مميز جدا. لما اوباما بيبقى في الملعب الزمالك بتلاقيه محكم تكتيكيا تتخطى 90%، لو بيبقى محكم تكتيكيا في نص الملعب او التكتيك بتاع الزمالك بيبقى مظبوط جدا في نص الملعب، واوباما موجود النسبه بتتخطى 90%. وبما سواء هجوميا او دفاعيا مميز جدا، بينزل يقفل مع نص الملعب ويبتدي يطلع لعب، بس اتمنى ان اوباما يفضل الاستمراريه ديت ويفضل يلعب السهل ما يصعبهاش على نفسه، ويكون باسم الله كده تشيرت من 14 خير عليك يا اوباما ان شاء الله، ويبتدي ترجع للمستوى. دي حته اوباما. في اول خمس دقائق لقينا امام عاشور طلع ثرو لبن شرقي، لكن جول كمان لبن شرقي لكن اتلغى بسبب الاوفسايد. على طول بعديها على طول بخمس دقائق ضرب الجزاء، ضرب الجزاء صحيح 100%، اوباما يا دوب لسه بيندب حظه بيلف لك الكره تولد من لاعب سموحه، يا دوب بس حط رجله لمس الكره لاعب سموحه شاط رجله، ضرب الجزاء صريحه. بن شرقي الرايق الفايق اللي دماغه رايقه بتلاقيه بيلعب كوره وبيمزجنا وبيعزف سيمفونيه، بيجيب جول وبيقول للناس ما تتكلموش او ما نتكلمش او انا ما بتكلمش، اوباما جاب جول مش سامعين، رساله بيقدموها لكل الناس ان احنا مش سامعينكو ومش هنتكلم ومش هنرد غير في ارض الملعب. والزمالك بيبدا المباراه بجول، يعتبر بادئ المباراه 1-0. بعد 1-0 ده بقى الزمالك ما كناش بنشوفه بيلعب الهاي بريس، مش بنشوفه بيلعب الضغط العالي، لا الزمالك بيلعب نوع ما ميديم بلوك، بينزل لنص الملعب مش نص الملعب، مش بيرجع مثلا قدام منطقه جزائه، لا بيقابل من بعد، يعني اول ما لعيبه سموحه بتبتدي تخش نص ملعب الزمالك بيقابل من على الدايره، سواء اوباما او امام عاشور او بن شرقي او ونجم او حتى حميد احداد، بتشوف ان هم بيقابلوا من نص ملعب الزمالك من على الدايره اللي هو اسمه ميديم بلوك، اللي هو انت عامل بلوك مدافع بس مش راجع لورا قوي، لا في النص. ودي حاجه عايز اتكلم فيها اكتر.
نص ملعب الزمالك اللي هو مكرم مروه او امام عاشور او حتى ساسي وطارق حامد. نص ملعب الزمالك لما بيتقدم عشان يضغط او بيتقدم من بالضغط بتاع الزمالك لما بتضغط على المنافس بتحاول تطلع بقى المهاجمين بيطلعوا يضغطوا ونص الملعب بيطلع يضغط وهنا بيبدا المشكله. لما نص الملعب بتاع الزمالك بيبتدي يطلع علشان يضغط بتلاقي مساحه ما بين نص الملعب وما بين المدافعين. ليه؟ لان المدافعين ما بيطلعوش مع نص الملعب. المفروض اللي هو باتشيكو لو بيضغط على المنافس بيطلع لعيبه الهجوم عشان تضغط وطلع لعيبه نص الملعب لازم يطلع معاهم لعيبه المدافعين. وتقول لي طب يا معلم كده تلعب دفاع متقدم والدفاع المتقدم ممكن تتضرب فيه في اي لحظه. اقول لك خلاص ما تبداش ان انت تفتح نص ملعبك او تخلي نص ملعبك يضغط على المنافس لان الخطوط ما بين الخطوط لو اتلعب فيها النهارده شفت كذا لقطه للعيبه سموحه ان هم بيلعبوا او في ثلاث او اربع لعيبه من لعيبه سموحه ما بين خط النص وما بين المدافعين بيلعبوا في 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 الحته دي في البوكت زي ما بيقول. فانت ليه تدي مساحه للفريق المنافس ده ينزل ما بين الخطوط ويلعب كويس؟ ليه؟ لان انت في الماتشات في افريقيا وماتشات في الدوري هتلاقي لعيبه مميزه جدا في التحرك ما بين الخطوط واللعيبه بتعرف توصل ما بين الخطوط كويس جدا 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 كمان. فانت لازم تلعب يعني لازم تشتغل على الحته دي، يا اما تخلي نص الملعب والدفاع الاثنين قريبين من بعض وما تديش مساحه، يا اما لما نص الملعب يطلع يضغط الدفاع يطلع معاه وتبتدي انت تطلع اللعيبه لنص الملعب وتضغط بقى. لكن انها تضغط بلاعب او تضغط بنص ملعب ومدافعين لا، بتخلق مشكله وبتخلق مساحه ما بين نص الملعب والمدافعين. النهارده الزمالك الشوط الاول بيمتعنا بيمتعنا سواء على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي. شفت الجون الثاني للزمالك من معلم اسمه فتوح. جون الزمالك الثاني بعيدا عن ان هو الجون جه بعد 22 تمريره و22 باص، ده بيقول لنا ان مدرسه الفن والهندسه بتفتح ابوابها من جديد زي ما كاتب في الثام نيل، مدرسه الفن والهندسه بتفتح ابوابها. والنهارده فتوح بيجيب جون من اجمل اجوال الدوري اللي شفتها في حياتي بصراحه. فتوح بيعدي بيلبس كوبري، بيعدي من الاول بيعدي من الثاني بيعدي من الثالث بيعدي من الرابع بيعدي من الخامس وبسن رجله في البعيده جون عالمي من فتوح زي ما كتبت برده على الفيسبوك. عالمي من فتوح، جون عالمي 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 بصراحة من فتوح. لاعب فتوح مميز هجوميا مميز دفاعيا حافظ مهامه حافظ مهام المركز اللي بيلعب فيه. لاعب افتقدناه كثيرا مع الزمالك، لاعب لما ودناه سموحة استوى، لاعب خد خبرات سواء مع منتخب مصر الاول او المنتخب الاولمبي، لما يرجع الزمالك بنشوف بيقدم الشكل ده. لما عبد الشافي يغيب او عبد الله جمعه يغيب فتوح هيلعب في المكان ده. مش هقول فتوح يبقى اللاعب الثالث للباك شمال لان فتوح لحد دلوقتي مميز، فتوح لحد دلوقتي احنا شايفينه لاعب مميز ما ينفعش اقول لك لاعب بيلعب بشكل كويس جدا 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 جدا. الزمالك في ظل هو انت مش عايز يضغط ضغط عالي ومش عايز يخلي فارس سموحة يديله الحريه، فكان في تحرر للعيبه الزمالك او تحرر لبعض اللعيبه كان قليل شويه. امام عاشور والنهارده رؤى ما حسسناش بغياب ساسي وطارق حامد. رؤى كنا بنشوف النهارده هو اللي بيعمل الدور، طارق حامد بينزل يستلم من الاثنين المدافعين عشان يبتدي هو الهجمه ويبتدي هو اللي واقف على الاثنين المدافعين ما بيتقدمش كتير، اللي ياخد حريه نوعا ما شويه وهو امام عاشور بنشوف بيزيد كتير جدا. واحيانا كنا بنشوف تشكيله تحول ل 4-1-4-1 وهو بيبقى هو اللاعب ارتكاز وامام عاشور بيزقه لقدام جنب اوباما، وده اللي خلى امام عاشور النهارده بيبقى نجم من نجوم المباراه. امام عاشور هجومين بيموت نفسه، دفاعين بيموت نفسه، بيطلع باصات من رجله كويسه قوي، شفناها في الشوط الاول ان طلع كذا باص لبن شرقي وكرات طويله حتى التشيب باص او الكره على الارض، لا مميز يا امام، امام مميز جدا جدا في المركز ده كمان، اكتسبنا لاعب كبير في المركز ده. بيخلص الشوط الاول للزمالك ب 2-0، الشوط الثاني للزمالك، الزمالك بدا الشوط الثاني هادي نوعا ما، راسي نوعا ما، مش عايز يفتح خطوطه، مش عاوز يضغط، مش عاوز يخسر المباراه، لا ده هادي، ده راسي وبيدي لعيبه سموحة خد انت الكوره وانا هبقى رد فعل. ده اللي شفناه الشوط الثاني، لكن بعد تقريبا ربع ساعه من الشوط الثاني او ثلث ساعه الزمالك رجع ثاني يمسك الكوره، هو اللي بدا يتحكم في الريتم سواء يعلي الريتم او يهدي الريتم، هو اللي بقى يتحكم فيه وهو اللي بقى ماسك الكوره بقى بينقي الكوره. سموحة بقى يوصل على استحياء الزمالك بقى حد تغيير، نزل زيزو النهارده نزل بدل نانج نوعا ما بان شويه عن النجم اللي ما جاش الشوط الاول تماما. الزمالك النهارده ليه كذا مكاسب في المباراه، النهارده كسبنا 2-0 3 بونت، عدينا اول 3 ماتشات مهمين وصعبين بدون اي خسائر، مقاولين بتكسب بتتعادل مع بيراميدز بتكسب سموحه، مش فاكر بصراحه مين المباراه الجايه، بس اول 3 مباريات ما بتخسرش ولا مباراه وبتكسب 7 نقط من 3 مباريات، دي مهم جدا 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 للزمالك. النهارده مكاسب عديده ومكاسب كتيره، اولهم اللي احنا ما حسيناش بغياب
الاصابات اللي عندنا، ولا حسين ابو غياب عبد الله جمعه، ولا عبد الشافي، ولا عبد الغني، ولا طارق، ولا اساسي، ولا حتى مصطفى محمد. النهارده المميز اللي قابل الزمالك بقى منظومه ما بتقفش على لاعب ايا كان من هو اللاعب ده، مع احترام لكل اللعيبه ما بنقفش على حد. بس اللي جاي اللي انا خايف منه ان النهارده نبقى قعدنا اساسي على الدكه، ان احنا بنجهزه ان احنا نبيعه في يناير مش نجدده. اتمنى اكون انا غلط، اتمنى اكون انا بقوله دوت غلط، وان شاء الله اساسي يجدد ويبتدي يخش تاني مع فريقه مكاسب. قلت لكم مكاسب عديده، اولهم ان احنا ما حسناش بالغياب، ثانيا اوباما بيقدم مباراه عالميه، مباراه مميزه جدا، اتمنى الاستمرار، ثالثا فتوح بنكسب باك شمال عالمي، رابعا اللاعب امام عاشور مميز جدا 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 في نص الملعب، رؤى نوعا ما محتاج شويه وقت، محتاج شويه مباريات عشان تحس ان هو متوتر نوعا ما شويه، حميد احداد مع الوقت ان شاء الله هيجي لاعب مميز، لما لعب في مركزه شمال بيتحرك في كذا حته في الملعب، بيتحرك في المساحه كويس جدا، ان شاء الله مع مباريات هيجي، وعبد الغني كده كده مش هنتكلم عليه يعني، بس اتمنى من باتشيكو في المباريات اللي جايه يدي نوعا ما فرصه شويه لمفلوس بدل حازم امام، عشان خلاص بدا يجي لنا جلطه. في الاول والاخر ده راي شخص واحد على مباراه الزمالك وسموحه، قول رايك انت في الكومنتس، وقول لي كمان توقعك، هل ساسي هيجدد مع الزمالك ولا الزمالك هيبيعه في يناير؟ لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، واعمل سبسكرايب في القناه واشترك، اعمل سبسكرايب في القناه واشترك، فعل الجرس لاول مره تشوفني عشان تجيلك حلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، بنعمل حاجات هناك ما بنعملهاش هنا، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، واتكلم معاك مصطفى في الحلقه الجايه. سلام.